معالي المواطن العراقي، السلام عليكم. الليلة في دائرة الخطر نتحدث عن أداء حكومة الكاظمي وعن جولات رئيس الوزراء والاتفاقات المالية الأخيرة وما علاقتها في إثارة الجدل. لكن الآن قبل البدء في محاور اللقاء نذكر ما جاء من مصدر البرنامج. المصدر يتحدث عن قضية رأي عام وعن أموال الشعب العراقي تواجه صمت من القوى السياسية الممثلة في الحكومة، حتى بيان رسمي ماكو. المصيبة الأكبر هناك صمت إعلامي أيضا حيال ملف تجديد تراخيص الهاتف النقال، وتحدث عن الشركات من قبل الحكومة العراقية أمام قرار الطعن في المحكمة من قبل النائب محمد الشياع السوداني وبدعم أكثر من 92 نائب بالقرار الولائي القاضي بإيقاف تجديد عقود تراخيص الشركات، شركات الهاتف النقال بتاريخ، طبعا تحدث عن تاريخ الطعن 25/8/2020. تم تحديد شباب إذا ترجعوننا شوية موعد للمرافعة. الغريب بالأمر رئيس مجلس الوزراء هو من قدم تظلم للقاضي بتاريخ 9/9/2020، طبعا محكمة الكرخ. الآن الطرق القانونية سليمة، لكن يشير المصدر هناك ضغوطات من قبل جهات مستفيدة ومتنفذة تريد تضليل الرأي العام العراقي بغية التأثير على القضاء العراقي من أجل كسب وقت أكبر، مما ساهم في تأجيل موعد المرافعة أكثر من مرة. رغم ذلك أعرب المراقبين أن الشعب العراقي الداعم لقرار إيقاف تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال لديه ثقة كبيرة بالقضاء العراقي، ويعتبر القضاء هو الفيصل في أمور لها علاقة بالمال العام. هذا الخبر أثار انتباهنا لهذه الليلة. أما ملفنا الكاظمي، جولات واتفاقات مالية مثيرة للجدل، نتابع التقرير. الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، جولات واتفاقيات مالية مثيرة للجدل في دائرة الخطر. حكومة الكاظمي بعد مرور 4 شهور حكومة مؤقتة في أول يوم من لحظة التكليف ومنح الثقة، لكنها بصلاحيات غير محدودة. جولات مكوكية بدأت من طهران ثم واشنطن إلى القمة الثلاثية في الأردن، حتى زيارة إقليم كردستان والحديث عن سيناريو صرف 720 مليار دينار للإقليم، غير الزيارة الميدانية للإقليم لحلحلة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم والتي نسمع عنها منذ عام 2003 في الإعلام العراقي من الصباح حتى المساء. المهم في التقرير اليوم ما هو منجز الحكومة، ولماذا البعض ما زال يطلق عليها حكومة خاضعة منشغلة بالحملات الدعائية، ولماذا بدأ الحديث عن عقود إذعان أبرمتها الحكومة مؤخرا تورط العراق. وبين المعارضين والمناصرين للحكومة نحن نحلل المشهد السياسي وأداء الحكومة عبر مراقبين لأداء الحكومة العراقية واتفاقاتها الأخيرة المالية المثيرة للجدل، ونطرح الأسئلة. إذا كانت حكومة الكاظمي غير جديرة بالثقة من حيث الأداء والاتفاقيات المالية، لماذا صمت القوى السياسية عليها ولماذا الكل يشاهد عن بعد؟ هل هناك سيناريو خلف الكواليس يطبخ للإطاحة بالحكومة، أم إن الذي يهيمن على القوى السياسية يمنع مراقبة حكومة الكاظمي التي يقال عنها مثيرة للجدل، أو حكومة تريد حلول للخروج من أزمة الثقة التي رافقت العملية السياسية منذ ذلك المخاض العسير لولادتها، والتي بقيت بين سوء إدارة وفشل في بناء الدولة وفساد واتفاقيات دمرت الحاضر العراقي. في دائرة الخطر لهذه الليلة أياد السماوي، الكاتب السياسي المستقل، والصحفي والكاتب أحمد عبد السادة. عدنا معكم مشاهدينا الكرام. ملف اليوم عندما نتحدث عن آخر الاتفاقيات المالية وأيضا نتحدث عن جولات السيد الكاظمي سواء في كردستان أو الاتفاقيات الأخيرة، كثير من أثارت جدل حيال هذه التحركات رغم هناك لربما جدية من الحكومة لتصحيح المسار. وبين هذه القضية المهمة جدا نحاول اليوم أن يعني نحلل القضية عن قرب، لكن أكو موضوع مهم أريد أتحدث به قبل أن أنتقل إلى كوبنهاغن إلى الدنمارك. أرحب بالأخ الزميل أياد السماوي الكاتب والسياسي المستقل. قبل لا أرحب به، طبعا
طبعا كان المفروض يكون ويانا احمد عبد السادة. اذا شباب تقدرون تعطونا اللقطه على الكرسي فارغ. يعني للاسف اني بعض الضيوف عندما يتحدثون عن المواعيد انا اشوف انه الصحفي العراقي لربما هو الاول على مستوى المواعيد. قبل ساعه تعتذر من البرنامج لاسباب متعلقه شخصيه، انا اعتبر هاي خارج سياق المهنيه احمد عبد السادة. وايضا اوجه رساله من خلال الكرسي الفارغ اللي على اساس احمد عبد السادة يكون موجود بي، احنا نوفر لكم فضاء من الحوار حتى تتحدثون مع الراي العام العراقي. هذا جزء من مهنيتنا على مستوى الاعلام. والجانب الاخر بعض للاسف بين هلالين بعض المحللين اللي يطلقون على نفسهم، انا اتصل بهم بشكل شخصي لقضايا مهمه جدا ومصيريه، يجاوبني بعباره وارد اطرحها للراي العام العراقي. يقول لي أنا إذا ما تنطوني فلوس ورقة أو 100,000 أو 200,000 ما أحضر لأي برنامج، أو أنا ما أطلع فقط ويا قناة الشرقية. مع جل احترامنا إلى زملائنا وإلى قناة الشرقية، لكن هذا تعبير بعض المحللين للأسف. خلنا نرجع لحكومة الكاظم وآخر الاتفاقيات. شباب خلوني أرحب بالأستاذ الزميل عياد السماوي الكاتب والسياسي المستقل. أرحب بجنابك إذا كنت تسمعني، وأسأل عن الاتفاقيات الأخيرة، عندك تعليق عليها كبير جدا سيد اياد. اتفاقيات الاخيره للسيد الكاظمي لو نتحدث بها، وبعدين نذكر قضيه الكويت اللي شيء حصري راح نقدمه للمواطن العراقي. تفضل. شكرا لك دكتور قصي، وتحياتي لك ولكل مشاهدي ومستمعي قناتكم والمؤقلين. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحقيقه يعني انت تطرقت دكتور قصي لعده ملفات، وهذه انا في تقديري جميع هذه الملفات هي ملفات مهمه جدا ويجب ان يسلط عليها الضوء حتى الراي العام العراقي والشعب العراقي يطلع على الاقل على ما يدور في كواليس السياسه. انا شخصيا دكتور قصي ربما من الكتاب القلائل جدا المتصدين لهذه الملفات التي صح تحدثت عنها، وربما يمكن اكون الاكثر يمكن شو تقول اثاره للراي العام. وانا اشهد بذلك الخطاب الحاد جدا على مستوى الدراسات. طيب اشكرك دكتور قصي. الحقيقه موضوع زياره الكاظمي والاتفاقات الماليه التي تمت، احنا مقدما يعني هذا الموضوع موضوع اللي يتعلق بالاموال التي اعطيت الى حكومه الاقليم سواء كان في عهد حكومه عادل عبد المهدي او في عهد حكومه السيد مصطفى الكاظمي، هنالك يعني اكو رابط مشترك يعني يربط الحكومتين تصرفت باموال الشعب العراقي بدون يعني وجه حق، وانما تصرفت يعني بطريقه مخالفه للقانون، ورؤساء الوزارتين الحالي والسابق يعني تصرف باموال الشعب العراقي كانها ملك او ارث ورثه، وبالتالي هو يعني يهب لمن يشاء يعني بدون اي يعني اي سند قانوني، وحتى بوجود ابسط قواعد العداله. يعني الدستور العراقي اشار الى انه موارد البلد يعني بموجب الدستور يجب ان توزع على كل ابناء الشعب العراقي بصوره متساويه وبصوره عادله يعني. وهذا بالحقيقه يعني للاسف الحكومات اللي هي سارت على هذا الطريق، كل الحكومات اللي اجت من سنه 2000 يعني من بعد سقوط الدكتاتوريه وسقوط النظام الدكتاتور وحتى هذه اللحظه، الحقيقه جميعها يعني هي ساهمت بضياع مال عام الشعب العراقي. يعني انا لا استثني احدا من كل رؤساء الحكومات السابقين، كلهم ساهموا في ضياع المال العام العراقي. هذه نقطه لازم يعني احنا خلي حتى من نريد نتحدث ما نظلم هذا الشخص وهذا الشخص. احنا كانت اكو امال يعني حكومه بالسيد الكاظمي. حكومه الكاظمي يعني انت تعرف هي حكومه يعني اجت بعد احداث داميه، احداث تظاهرات
نعم تظاهرات أنا أسميها انتفاضة، انتفاضة كانت يعني صاحبها دماء كثيرة وتضحيات كثيرة. هذه الانتفاضة، هاي الجماهير، جماهير الشعب اللي خرجت بالرغم أنه أكو طبعاً تم استغلالها من قبل القوة، هي استغلتها أطراف عديدة يعني في كل الاتجاهات من أجل طيب. طيب استاذ اياد، استاذ اياد لحظة التكليف اللي جنابك ايضا عندك تعليق عليها مهم، راح ارجع لها اني، بس تعتقد هاي الحكومة المؤقتة اخذت صلاحيات كبيرة جدا غير محدودة بالتصرف بالاموال وايضا بتفاهمات مالية واتفاقات مع دول؟ انا بس شوي عندي يعني اضع يعني شوي اتحفظ على كلمة حكومة مؤقتة. يعني لا توجد هنالك في الدستور مصطلح للحكومة المؤقتة، الحكومة صح. الحالية هي حكومة كاملة الصلاحيات، وبالتالي هي تمارس ليست لا لا هي هذا التعبير دكتور قصي يعني ليس دقيقا وليس صحيحا، هي الآن الحكومة حكومة صلاحيات كاملة وليست حكومة مؤقتة. هي حكومة، نعم أنا قلت لك هي هذه الحكومة جاءت على أثر أحداث يعني شهدتها الساحة السياسية العراقية، تظاهرات عارمة شملت ورافقها دماء وتضحيات كبيرة، عدد كبير من الشهداء، آلاف الجرحى، يعني رقم وصل إلى أكثر من 30,000 جريح، أكثر من 800 شهيد سقط بهذه الانتفاضة، وبالتالي صح. هو إجا على 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 أثر هذه الأحداث. لما إجا هو يعني واحدة من المسائل اللي هو يعني كان يجب أن يتعامل معها بشكل شفاف وبشكل، هي قضية المال العام وتصرف سلفه عادل عبد المهدي بهذا المال العام بدون الرجوع إلى القانون، وبالتالي هذه كانت أحد النقاط المهمة التي أدت إلى هذا الغضب الجماهيري وهذا الاستياء الجماهيري من قبل خليني بسؤال حتى نستثمر الوقت سريعا عن جنابك. هل تصرفت، ذكرت انه حكومه عادل عبد المهدي تصرفت بالمال العام خارج السياقات القانونيه، حكومه الكاظمي شنو المؤشر عليها اللي ممكن ان تشير لك كمثال انه تصرفت بالمال العام دون وجه حق او كسند قانوني؟ لا، حكومة الكاظم سارت على نفس المنهج اللي سارت عليه حكومة عادل عبد المهدي بإعطاء أموال إلى حكومة الإقليم من دون أنه أن يعني يكون هنالك سند قانوني. شوف خلال عام يعني خلال موازنة 2019 كان هنالك اتفاق بالموازنة، كانت أكو فقرة بالموازنة، حكومة الإقليم إذا ما تسلم كميات النفط المتفق عليها لا يمكن يعني الحكومة يجب أن لا تسلم، يعني لا تسلم لهم الأموال. الحقيقة هذا الموضوع يعني الحكومة الإقليم لم تسلم برميلا واحدا خلال موازنة 2019 واستلمت حقوقها كاملة من الحكومة، كانت ترسل لهم يعني حصتهم من الموازنة كانت ترسل إليهم، وهم الحقيقة ما يعني ما مساهمين بدينار واحد بهذه الموازنة حتى 2020 سيد اياد، حتى 2020 ما ارسلوا شيء لبغداد. جايك هسه احنا جاي نحكي عن قانون عن كان عن عن سنة 2019 على اعتبار انه كان اكو قانون للموازنة صح؟ نعم كان اكو قانون في سنة 2020، ما كان اكو قانون للموازنة. قانون الموازنة حتى يطلع الشعب العراقي، هذا القانون يمتد هو من يوم واحد كانون الثاني إلى نهاية 31 كانون الأول من كل عام، يعني هذه السنة المالية صح. تنتهي القانون الموازنة ينتهي باليوم الأخير من السنة من نهاية شهر كانون الأول، انتهت يعني عندما يبدأ اليوم الجديد في السنة تبدأ السنة المالية الجديدة. سنة 2020 ما كانت أكو موازنة حتى هذه اللحظة، يعني لم يشرع قانون إلى الموازنة، وبالتالي هذه الأموال في زمن الوزير السابق تم تسليم حكومة الإقليم تريليون و360 مليار، هذا في زمن الوزير
السابق فؤاد حسين عندما كان صح. وزيرا للماليه. في هذا في في ظل حكومه الكاظمي الوزير الحالي علي عبد الامير علاوي ايضا سلم حكومه اقليم كردستان دفعتين، دفعه 400 مليار والدفعه الثانيه 320 720 يعني صار مجموع ما سلمته يعني وزارة المالية سواء كان في عهد الوزير السابق أو في عهد الوزير الحالي هو 1,080,000,000,000 دينار إلى حكومة الإقليم بدون وجود أي سند وأي غطاء قانوني لهذه الأموال. قبال ذلك أعطى الإقليم شيء حسب مراقبتك للمشهد؟ الإقليم إحنا نطيناهم 720 مليار طبعاً، أنا حتى تكون واضحة للمشاهد. لا إحنا ما شهر الخامس 720، إحنا طيناهم تريليونين خلال سنة تريليونين و80 مليار خلال سنة 2020 مو 720. 720 في زمن هذا الوزير الحالي علي علاوي، اما في زمن الوزير السابق فؤاد حسين تم تسليمهم قلت لك 1,360,000,000,000 دينار عراقي. وبالتالي احنا امام قضيه لا احنا لا لا رجعني هذا رقم خطير سيد اياد، 2,080,000,000,000 الاموال المسلمه دون وجه حق الى الاقليم دون ان يعطونا دينار تقصد؟ هسه انا جايك بقضيه. لا مو شير لي الهاي حتى انتقل. لا خلي شوي يعني اريدك شوي توسع بالك يعني الاقليم قبل لا نسال هذا السؤال انت قول هو ايش قد مساهمه الاقليم بالاراده العامه بالدخل القومي للبلد؟ صح الاقليم يعني حكومه الاقليم ايش قد ساهمت؟ 0% سواء كانت في سنة 20 أو 19 أو 18 أو 17 أو كل هذه السنوات الإقليم لم يساهم بدينار واحد. لا منافذ ولا جمارك ولا نفط. لا كل أكو موارد اتحادية، هو كل الموارد هي الموارد ترى مو بس النفط والغاز، الموارد الاتحادية ضرائب ورسوم إيرادات جمارك وأكذا إيرادات المطاعم كلها إيرادات اتحادية يجب أن تسلم إلى خزينة الدولة. حكومة الإقليم مساهمتها 0% يعني بالمئة سواء كان يعني في سنة 19 أو 20 أو 18 أو 17 كل السنوات. زين لما أنت يعني الإقليم ثلاث محافظات معروفة هي أربيل وسليمانية ودهوك وتمام لولا ثلاث محافظات إيش قد نفوسها؟ أنا أسألك سؤال، هذه المحافظات إيش قد نفوسها؟ يعني اذا بحسبه 3 ملايين لا نقول 5 ملايين 5 ملايين حسب يعني البطاقه يعني التموينيه نفوس اقليم كردستان 5 ملايين انا راح اقارنها بثلاثه محافظات البصره وميسان والعماره لان ثلاث محافظات أي. محافظات جنوبيه بس البصره المحافظات الجنوبيه اللي هي المنتجه للنفط اللي هي تساهم تقريبا هاي المحافظات الثلاثة اللي تساهم بالنسبة لحوالي 95% من الدخل القومي من إيرادات البلد يساهم به هو البصرة والعمارة نفط البصرة ونفط العمارة ونفط ذي خاطئ طيب ال 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 يعني إيش قد حصة هاي المحافظات الثلاثة ثلاثتهم دول اللي هم اللي يساهمون بنسبة 95% من الدخل القومي إيش قد حصتهم هاي السنة يعني هاي السنة وزارة المالية إيش قد رصدت إلى هذه المحافظات الثلاثة 570 مليار بالضبط هذه الأموال التي رصدت إلى محافظات البصرة وميسان والناصرية ذي قار يعني انت صور هذه المحافظات التي تساهم ب 95% من إيرادات البلد من الدخل القومي هي 570 مليار وكردستان أربعة أضعاف كردستان التي لم تساهم بدينار واحد استلمت 1,080,000,000,000 أربعة أضعاف بقد الناصرية والبصرة وميسان ثلاثتهم يعني هاي 2 تريليون استاذ اياد 2 تريليون و80 مليار هن هاي ما بين الكاظمي وعادل عبد المهدي هم يعني هاي السنة سنة 2020 يعني بوزارة عادل عبد المهدي وبوزارة مصطفى الكاظمي صح لو تحسب انت هاي الأموال اللي خصصت تعادل بالضبط أنا حسبتها ذاك اليوم عندي جدول أسام لو أدري أنت تسألني هذا السؤال أي. كان حضرت لك الجدول وطلت كيار يعني تنشر طلعة يعني
الجدول صادر يعني جدول رسمي يعني حتى تشوف ايش قد بالضبط بالضبط تعادل التخصيصات اللي راحت الى اقليم كردستان الدكتور قصي تعادل عشر محافظات بالضبط عشر محافظات تخصيصات التخصيصات المالية سيد اياد سيد اياد التخصيصات المالية التي ذهبت الى اقليم كردستان خلال هذه السنة اللي تتحدث عنها تساوي عشر محافظات عراقية عشر محافظات بالضبط تساوي بالضبط اكثر من عشر من التخصيصات التي ذهبت الى عشرة محافظات من المحافظات الوسط وجنوب العراق. اكو سؤال بنفس كل عراقي الان، يعني مره سويت انا علي استفتاء عبر الفيسبوك وجاوبوني، قالوا لماذا كل حكومه تاتي ترسل الاموال الى اقليم كردستان وبالتالي الاقليم يعلن عن نفسه انه انا ما راح اسدد اموال لبغداد، ما هي الغايه او ما هو الموقف بالنسبه للاقليم تجاه بغداد حتى ترسل الاموال هكذا؟ يعني شنو المبرر؟ ما اعرف. يعني هذا السؤال والله على كل حال انا اجاوبك بكل صراحه. يعني واحد خلي ضحكك، واحد كاتب على الفيس يقول ما ادري ايش لازمين عليهم لازمه. هو بالضبط هم شركاء، كلهم شركاء يعني. طيب. في يعني الجميع هم شركاء في سلب ونهب المال العام العراقي، وهذا هو هذا احد الاسباب الرئيسيه. بعدين السبب الثاني يعني تشوف هاي كل هاي الحكومات الى ما يوقع عليها ابو مسرور ما يمشي حالها، فتوقيع ابو مسرور يعني غالي غالي جدا غالي، وبالتالي لازم يعني في كل حكومه، وهذا ما يشاع عن حكومه الكاظم، ان هذه الاموال وهذه ما الان ما جاء يقوم بالسيد مصطفى الكاظمي تم الاتفاق عليه مسبقا قبل يعني الموافقه على قبول رئيس للوزراء، ان هاي كلها هو يعني هاي الاموال الماليه، هاي الاموال اللي ارسلت الى اقليم كردستان هي كانت جزء من الاتفاق لمنح الثقه للكاظمي؟ والله هكذا يقال. انا شخصيا بالنسبه لي اذا تسالني عن رايي الشخصي نعم. نعم انا هذا اقول لك نعم يعني، بس هذا تقول لي مثلا يعني انا اقول لك هذا ما يقال وما يشاع، اما انا بالنسبه لي اياد السماوي لا انا 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 متيقن ان هذا ما جاء يتم هو جزء من الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء وبين رئيس وزراء اقليم كردستان من اجل تمضيته كرئيسا للوزراء. زين، الزياره مال السيد الكاظمي الى اقليم كردستان اذا شفتها اذا كان سواء في اربيل او السليمانيه كثير جنابك علقت عليها تعليق يعني وصل الناس قالوا تعليق ساخر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. شنو المشكله يعني رئيس وزراء وذهب الى اقليم كردستان عنده غايه لربما اتفاقيات لحلحله الخلافات اللي نسمع بها من 2003، الخلافات العالقه بين هلالين خليها ذني، الخلافات العالقه بين الاقليم والمركز والتقارير بعد بالمقال مالها غير الناس تريد تسمعها. المهم انا لا انا صراحه دكتور يعني قضيه المسائل العالقه والملفات العالقه الحقيقه هذه انا كتبت يمكن في احد مقالات اعتقد يمكن مقال مال امس او اول امس ما اتذكر بالضبط اياها منهم، قلت انا اتحدى رئيس الوزراء اذا قدر يتقدم مني مترا واحدا باتجاه حلحله هذه الملفات، هذه الملفات تحتاج الى حكومه يعني منتخبه انتخاب حقيقي شعبي، يعني مو ما جايه حكومه من خلال التزوير بالانتخابات، لا حكومه حقيقيه وجايه بانتخابات شعبيه حقيقيه شفافه عادله نزيهه، هذه الحكومه ويجي رئيس وزراء منتخب من قبل الشعب حتى يتخذ قرارات بهذا الخصوص لحل هذه الملفات، اما هذا 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 كلام يراد منه تضليل الراي العام ويراد منه الضحك على هاي الناس حتى في سبيل انه ان تسلم اموالهم يعني، وهذا كل هذا الحكي احنا توصلنا على ما واحنا راح يعني الى نتائج مهمه، يطلع الافندي الناطق باسم الحكومه احمد ملا طلال ويحاول يسوي لنا اياها قمره وربيع ويعوج بحلقه ويعني يظل هيك هم يعني يمثل علينا وما تعرف القصه شنو يعني عباره هاي هو اللي صور الناس يعني طبعا 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 حق الرد مكفول لاحمد الملا طلال بس يعني احمد الملا يعني احمد الملا طلال صديقي رجل صديق وعزيز لكنه للاسف الشديد انحدر انحدار يعني ابدا يعني
هو كإعلامي مرموق مع الأسف يعني أن يصل هو إحنا بالضبط يعني هو حتى من كان معارض يعني هذا المكان اللي بي إحنا كنا نسميه بوق السلطة يعني مو نبيل جاسم يعني حشوية ذاك شو اسمه العسكري قال له تأدب يا بوق السلطة يعني وهذا الآن هذا المكان إحنا نسميه بوق السلطة يعني أنت جيت يعني الآن هذا المكان يعني الآن بمعزل عن طبعا إحنا تحدثنا عن حق الرد بس للأمانة يعني السيد أحمد الملا طلال هو الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ما تحدث به بالمؤتمرات وخاصة على موضوع إقليم كردستان أنت تعتقده يعني به مبالغة كبيرة جدا وضربا من الخيال؟ لا مو بس مبالغة به يعني كلام مال شخص يعني أنا ولو ما يعني ما أتطب بهالتفصيلات لا بس كل كلامه هو يعبر عن رأي الحكومة اللي يراد منه تضليل أبناء الشعب العراقي وبالتالي هو أصبح جزء من عملية التضليل الواسعة التي تمارس على العراقيين هو جزء من هاي الماكينة ماكينة التضليل الإعلامي يعني يعني الآن جنابك تقول الحكومة السيد الكاظمي تضلل الرأي العام ببعض الملفات وتكذب على الرأي العام وتضلل على الرأي العام مثال عن ذلك الفساد مثال عن ذلك مثال عن ذلك مثال عن ذلك انه الحكومة الكاظمي تظلل الرأي العام يعني هذا المثال المثال امامك يعني الان هو هاي الاموال اللي اعطيت الى حكومة كردستان على اعتبار انه احنا راح نتوصل الى اتفاق هم لا متوصلين اتفاق ولا راح يتوصلون الى اتفاق ولا يمكن لحكومة الاقليم في يوم من الايام حتى راجع انت من الناحية التاريخية يعني شوف في اي يوم من الايام حكومة الاقليم التزمت باي اتفاق بأي اتفاق مع حكومة الإقليم راجع أنت هذا كل راجع تاريخ كل رؤساء طيب بيان رئيس الوزراء بعد زيارة كردستان تحدثوا عن توصلنا إلى اتفاق وراح يسلمونا النفط والمنافذ وهذا الحوار راح يصير لو مجرد يعني إعلاميا كيف تقرأ المشهد من دبش نستلم فلوس من كردستان من دبش الله أكبر وليش لا عاد ندزل لهم فلوس اذا من دبش بالمناسبه خلي ارجعك الى تصريح السيد مسرور برزوني قبل زياره الكاظمي باسبوعين قال لا نرسل اموال الى بغداد وهذا طبعا منشور الا ان الاقليم يعوضنا عن حرب صدام حسين وحرب داعش على شنو نعوض هو والدك كان حليف صدام حسين واحنا بيش مطلوبين هذا يقول لك انا ضررت من صدام حسين عندي انفال وعندي 100 قضايا بكردستان صارت انتوا كنتوا حلفاء صدام لازم احنا نطالبكم هيجي انا عندي ابن خالي القي القبض عليه بال 96 لما مسعود برزاني استنجد بصدام ودخلت قوات الحرس الجمهوري الى اربيل تم القاء القبض عليه وصباح مشاري يعني من اهالي السماوات من القبض عليه واعدم يعني هذا يعني هذا ابن خال احد الناس اللي هو يعني اللي احنا لا المفروض نطالب بتعويضات يعني مو مسرور يطالبنا يعني هي هيك بالعكس يعني هو ابوك حليف صدام ما كان رجعني الدبش اللي ذكرته يعني من دبش راح نستلم فلوس من اقليم كردستان ونبقى نرسل لهم الاموال شوف هسه في ظل هاي الحكومه يعني ايه من دبش في ظل هاي الحكومه احنا كنا نشوف حل خلي احكي لك يعني بصراحه احنا كنا معولين على الدكتور علي عبد الامير علاوي لكن للاسف الشديد هذا الرجل يعني خاب ظن كل هاي الناس والحقيقه يعني هو ابى الا ان يكون جسرا الى هؤلاء الفاسدين يعني وبالتالي يعني هو للاسف الشديد ضحى بسمعته وضحى بتاريخه ولن يختلف هو ابدا عن كل اللي سبقوه وايضا يعني الان وزير الماليه العراقي عبد الامير علاوي تعتبره صار جسر للفاسدين وجزء نعم من ارسال الاموال نعم جسر للفاسدين وشريك وهذه مال انا شوف انت هاي مال انا خلي احكي ويا سيد عبد الامير علاوي يعني ان شاء الله يكون سامعني ويسمع هذا الصوت سيد علي عبد الامير علاوي هاي مال انت عود محاولات انه
بتوجيه من سيد، ترى هاي بالقانون ما تاكل يعني، خلي اقول لك يعني ابدا ما تاكل، خاف عبالك عود باكر تخلصك وتقول انا هذا انا ما تصرفت، هذه باوامر، لا ماكو اوامر، انت وزير وانت مسؤول عن المال العام والقانون يحاسبك الك، ما يجوز لك ان تتصرف بدينار واحد خارج القانون، يقول لك رئيس الوزراء، يقول لك فلان، يقول لك علان، هذا خليه الك يعني، انت كوزير من 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 يقول لك رئيس الوزراء تصرف خارج القانون، تقول انا ما اقدر اتصرف خارج القانون. ومن يحاسب؟ سيد اياد ارسل الاموال. واذا هذا يجيب لك سيد اياد استقالتي، انا اقدم استقالتي، وهاي انا هاي لك هاي وزارتك اخذها وانا طالع. زين يلا بلاش، انا ما عندي استعداد اروح يعني اكون جسر لاعطاء اموال العراقيين، او اكون جسر للفاسدين واسلم اموال الشعب العراقي الى جهات هي احنا عليها، عندنا مشاكل كثيره ويا الاقليميه. مو سؤال يطرح نفسه الان، سؤال يطرح نفسه نعم. الان يقول لك منو يحاسب؟ روح وزير الماليه فؤاد حسين ارسل الاموال، عبد الامير علاوي وزير الماليه الحالي الان ارسل الاموال، منو يحاسب؟ لا هو ما حد يحاسب، هو فعلا يعني هذه اللي تقوله صحيح، ولو كان اكو هناك لو كان اكو حساب لو اكو، وليش هو يعني هاي هذه ملف دول، ليش الان انت لو شوف هذا الفساد ليش استشرى بالعراق؟ ليش استشرى بكل جزء من اجزاء الدوله، بكل جزء من اجزاء مؤسسات الدوله وزاراته؟ ليش يعني تعطيني هسه مؤسسه من مؤسسات الدوله ما يعني تفشى بها الفساد؟ ليش؟ لانه ما حد يحاسب، ماكو واحد يحاسب واحد. طيب راح ارجع الملف اقليم كردستان، وراح ارجع راح ارجع لاقليم كردستان وملف الفلاحين، هذا الرقم مال 557 مستحقات هم انطوهم لولا هذا قصه، هذا راح ارجع لهم، ما انطوهم. شوف لا راح ارجع لك، راح ارجع لك والله، عندي زمن هواي، بس اريدك تجاوبني على هاي شويه. نروح بعيدا، هل حكومه الكاظمي الان ورطت العراق بتفاهمات اقليميه او دوليه بعقود اتفاقيات؟ انا ما اقدر اقول، هو في زياده يعني في زياده الى الولايات المتحده الامريكيه، هاي يعني زياره هو الحقيقه ما تم توقع، انا ما لحد هاي اللحظه اللي تحت علمي انه لم يتم توقيع اي اتفاقيه، سوى وقعوا مذكرات تفاهم، وتعرف انت اكو فرق كبير دكتور قصي بين مذكره صحيح. التفاهم والاتفاقيه، مذكرة التفاهم هو اتفاق أولي يعني، هو لا يترتب عليه أي أثر قانوني يعني، وبالتالي هي يعني ممكن أنه أن يعني هذه مو عقود، مو يعني ليست عقود ولم توقع، وحتى ما يثار في الإعلام وما يشاع أنه عادل عبد المهدي وقع اتفاقيات مع الصين، عادل عبد المهدي لم يوقع أي اتفاقية مع الصين، أي اتفاقية ما وقع، اتفاقية واحدة كانت موقعة، كلها عبارة عن تفاهمات. بس خليني أسأل سؤال، إذا ممكن أسا واحد يقول، ممكن واحد يسأل يقول لك حكومة الكاظمي تسعى بتفاهمات بعلاقات، تريد حلحلة الخلافات، لكن هناك من يكبل السيد الكاظمي من تحقيق ذلك، تعتقد فعلا أكو جهات سياسية تكبل الكاظمي من تنفيذ بعض الخطوات الإيجابية؟ شنو هي الخطوات الإيجابية؟ أنا ما جاي أعرف شنو هي الخطوات الإيجابية. يعني أنا أصلاً ما أكو مشاكل عالقة غير يصير يعني، هو غير يصير هنالك مثلاً يعني حلحلة من الجانبين يعني، غير هالشكل يعني، أنت مثلاً يا بيخالف أنا مستعد أتقدم، أنت تقدم لي فد 10 سنتيمات وأنا عندي استعداد أن أتقدم متر عنك، بيخالف، لكن أنت تعال ده 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 خلي اقليم خلي يثبت حسن نية على الاقل في 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 قضيه واحده يعني، حتى نقول انه اكو نوايا حقيقيه واكو توجه حقيقي لتوقيع اتفاقات يعني، هاي مشكله. احنا يا اتفاق يا اخي، انت تذكر عادل عبد المهدي وعلاقته بالاقليم، رئيس الاقليم، انا ما احكي لك حكي من عندي حتى يقول هذا كلام اياد السماوي، انا احكي لك حكي كلام هو مسعود، السيد مسعود برزاني يعني، طبعا بالمناسبه انا احيي السيد مسعود برزاني، وانا اعتبر هذا الرجل السياسي الوحيد بالعراق الذي هو حقيقه عمل بشكل واضح وبشكل يعني
لا يقبل من اجل يعني مصالح شعبه، لكن مو بالضروره انه هذه هاي يعني هذا لازم يتناغم او ينسجم ويا مصالح كل العراقيين. وزير مسعود البرزاني عمل من اجل مصلحته، من اجل مصلحه كردستان فقط، وهو ولم يعمل يعني بمقدار عشر معشار من اجل مصلحه كل الشعب العراقي. خل ارجع لمقالاتك اللاذعه اللي توجهها ومسوي ضجه في المشهد السياسي، والناس كسع مشيرين ودازيلي على الواتساب. خل واحده من عندهم راح اقرا لك العنوان وانت تعلق عليه. كاتب: الا تراب هكذا يسلم الكاظم العراق. ليش؟ يعني هسه شوف، خل اقول لك. لا 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 احكيها بصراحه. يعني عندك انت عندك نيه اليوم يعني فدنا، حتى يعني ما عندي نيه، بس انت نازل نازل على الرجال. ليش ما ادري؟ لا انا ما نازل على الرجال، انا الرجال ما نازل عليه ولا اتحدث بشيء من عندي خلاف 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 الواقع. رجعني الا تراب. ليش هذا الرجل من يوم هذا الرجل اذا سمحت لي دكتور، من يوم ما اجى لحد هذه اللحظه كل خطواته اللي دا يقوم بها هي يعني مخالفه لما اوعدنا به ولما اوعد الشعب العراقي به ولما التزم به هو على نفسه بالبرنامج اللي قدمه للحكومه. واحنا انا حقيقه يعني انا رجل يعني مصطفى الكاظمي من 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 الناس اللي يعني احد الذين دعموا مصطفى الكاظمي، والحقيقه تربطني به علاقه طيبه جدا يعني حتى تكون انت بالصوره. لكنه رجعني على الا تراب. رجعني عليها. ليش هاي هذا آه يعني هذا الا تراب؟ اي ليش تقول الا تراب يعني راح يسلم العراق؟ اي لانه الحقيقه الـ الامور اللي سار عليها هي امور مو باتجاه يعني مثلا خل يعني هي قضيه هاي سخو قضيه اموال، يعني التصرف بالاموال هاي واحده من عندهم من القضايا. القضيه الثانيه المتعلقه بموضوع المحاصصات، يعني احنا هذا كل الحديث وكل هاي الدماء وكل هاي الآلام اللي صارت هي سببها هذا النظام، نظام المحاصصات. السيد الكاظمي للأسف الشديد احنا كنا نتوقع انه هو راح يخلي يعني يضع حد هاي المحاصصات، نظام المحاصصات اللي هو سبب هذا البلاء، اللي سبب اللي دمر البلد، اللي اوصل البلد الى هذا الى هذه المواصيل. كنا نتوقع انه راح يقف ويتصدى الى الفساد الى المحاصصات. السيد الكاظمي ما تقدم خطوه واحده، بالعكس كان أسوأ من كل الذين سبقوه في هذا المجال. يعني احنا اذا نريد يعني ناخذ يعني احنا السيد الكاظمي قام يعزل يطلع ناس هم ناس يعني سلوكهم حسن وسمعتهم جيده، ويطلع يجيب ناس هم يعني الى يعني يضع بمكانهم ناس هم عليهم ملفات فساد وعليهم حديث عن سرقه اموال، وبالتالي هو هذا يعني انزين. انت يا اخي انت شو اللي سويته؟ انت اجيت للسلطه وخضعت للمحاصصات القائمه، يعني محاصصات الكتل السياسيه بشكل ابشع من السابق، بشكل اكثر فظاعه واكثر بشاعه من السابق. زين هو هذا اللي يعني الشعب العراقي هو هاي الحكومه اللي كان ينتظرها يعني زين. حكومه محاصصات. خلي اوديك على موضوع تحريك الجنوب، قضيه تحريك الجنوب والفوضى اللي صارت قبل اسابيع من اغتيالات في البصره. اشارت اشاره جنابك، قلت تحدثت انه هذا الموضوع لا ينطلي الا على الغمان بهذا الوصف، هذا التعبير، وذكرت يعني معها انه اشارتك للجيوش الالكترونيه، وكانما انت تتهم الحكومه انه هي جزء وراء الجيوش الالكترونيه التي تحرض في الجنوب. شوف انا هذا الكلام مو انا قلته، يعني هذا الكلام يعني جهات سياسيه هي واجهت به السيد المالكي وقالوا له انت هذه يعني انت الجيوش مالتك الالكترونيه هي جزء من هذه الحمله. واجهوه هذا الكلام يعني هذا في احد الاجتماعات، يعني في الاجتماع اللي تم في بيت هادي العامري تم مواجهته بهذه الحقيقه، وهي فعلا حقيقه. يعني هذا مو اتهام ولا هو يعني احنا جاي نتبلى عليه، وانما هذه حقيقه. الان
لكثير من هذه المواقع الوهمية والجيوش الإلكترونية هي اللي تحرر، هو يعني هي تابعة إلى شخصيات أو يعني إلى ناس. تعتقد جنابك مكتب السيد الكاظمي يلعب بالنار؟ يعني شوف دكتور قصي، انا ما اقدر اقول لك هسه يعني هذا هم يعني اتهام خطير، لكنه اقدر اقول لك انه هنالك يعني من المؤكد هنالك مواقع الكترونيه، هنالك جيوش الكترونيه لها ارتباطات مع عناصر وافراد لهم صله وهم لهم مواقع ولهم صله برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ومن يحرك ذولا؟ اذا انت جنابك تقول ذولا عندهم صله المواقع والجيوش الالكترونيه اللي اشرت لهم اكثر مره، بيهم قابل مرتبطين برئيس وزراء؟ هذا مستحيل، الا مرتبطين ببعض مستشارين او ناس تحركهم. وبالتالي هو هذا اذا كانوا مرتبطين بهؤلاء المستشارين، وبالتالي هذا تنعكس على الحكومه يعني. طيب تنعكس على الحكومه. نعم. خلينا نعطيك فد شيء حصري على الشاشه الان. هناك من قال انه اول اسبوع استلم السيد الكاظمي واحد من الاسماء اللي دز عليها اياد السماوي، وعلى اساس تكون جزء من المستشارين، لكن في ليله وضحاها تغير السيناريو. شلون تجاوبنا على هاي؟ مو صحيح الخبر؟ لا مو صحيح. يعني ما اتصلوا على جنابك ان تكون مستشار للحكومه؟ لا ما حد اتصل على جنابي، ولا اكو اتصال، ولا بل انا اكو اتصالات ويا هو السيد مصطفى الكاظمي اكثر من اتصال واحد، تحدثنا بالامور العامه اللي تخص البلد يعني. اما يعني اتصل بي واحد، بل اتصل بي واحد من مكتبه يعني راد يعرض علي هديه من السيد رئيس الوزراء. شنو هي الهديه؟ قبال شنو الهديه؟ والله ما ادري. لا ما ادري بك صريح. ليش يدزوا لك هديه؟ على شنو؟ لان انت تحكي الحقيقه وتتحدث عن الحكومه واخفاقاتها. الا هاي دكتور قصي لا تورطنا. يعني قلت لك انا شنو هي الهديه؟ لا تقول لي شنو هي الهديه؟ احد العام راح اعبر، بس شنو هي الهديه؟ والله ما ادري، ما هو ما قال لي، بس هو من شافني انا يعني كان رد شويه رد يعني قوي، لانه هو ما قال لي شنو هي الهديه، بس من شافني شويه انفعلت وحكيت وياه بصوت عالي بطل بعد حتى خاف يقول لي شنو هي الهديه. زين ايش قد قربه هذا من السيد الكاظمي هذا ابو الهديه؟ يشتغل مدير 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 عنده مدير احد المدراء بمكتبه. مدير واحد من مدراء مكتب السيد الكاظمي عرض عليك هديه؟ يعني والله يقولون انا ما اعرفه يعني، بس سالت عنه قلت هذا فلان شنو؟ قالوا هذا مدير كذا بالمكتب مع السيد الكاظمي. زين ما لوح لك الهديه؟ الهديه اعتباريه ماليه؟ انا بعدين اتصل بيها شخص انا ما عرفت شنو هي، لا بعدين افتهمت انه يعني مال، ولو بس هذا موضوع ترى مو مهم يعني. بعدين ورا فتره ورا شهر ما ادري ايش قد احد الاشخاص بلغني يعني قال لي كاتبين قدام اسمك، يقول مجموعه قائمه من الاعلاميين. لا ايش كاتبين قدام اسمك؟ كاتبين قدام اسمك شنو؟ رقم مالي؟ يقول انا شفت قائمه، اكو قائمه يعني مسلمينهم هدايا من السيد رئيس الوزراء، مجموعه يعني قائمه من كتاب وصحفيين واعلاميين، يقول بس اسمك، بس اياد السماوي كاتبين قدام اسمه رفض استلام الهديه. هاي زينه هاي، يعني الاعلاميين ما انا ما لا لا ما غادرها لا ما غادرها والله. القائمه اللي فيها الاعلاميين والكتاب شنو؟ بالمناسبه للامانه انا جزء من الاسماء حتى تكون هاي للجو حصريه، بس انا ما استلمت شيء للامانه، لذلك البعض يعتبروني محرض رغم اني اتحدث بكل مهنيه وموضوعيه. والله انا ما عرفت يعني. لا خلينا القائمة قلت لك هذا القائمة استلموا الجماعة استلموا بالقائمة الكتاب وهاي استلموا الهدايا. والله ما اعرف انا بعدين افتهمت فلوس هاي فلوس لو ادري بها فلوس ما كان اخذتها، بس ما ادري بها فلوس يعني لو فلوس كان باخذها انا لو ادري بها فلوس على اساس بعدين افتهمت على اساس مكرمه من سيد الرئيس وزراء مو وتاخذ يعني على كل حال ما شوف هي شنو خل احكي لك هسه بجد يعني
ذولا هم شنو القصه؟ هو هذا الخطا الكبير. يعني ذولا يعني للاسف الشديد هم يعتقدون الناس كلها يعني ممكن شراء ذممها صح. وشراءها يعني بالاموال بالفلوس. يعني ذولا مساكين، ذولا ما يعتبرون اكو ناس. يا عمي لك ايادي السماوي تاريخ 50 سنه نضال وسجون وتشريد وتعذيب، لك يبيع بكم دولار؟ الله اكبر. والله اني اشهد بذلك بنزاهتك وصوتك العالي وعراقيتك الاصيله. واحنا بحقيقه هيك اصوات عراقيه يعني مفخره انه. بس خلينا نروح الان الى قضيه خطيره جدا تحدثنا عنه جنابك بالكواليس، وانا خليتها بالاخير حتى تكون للهاي. ذكرت لي اسم، طبعا حق الرد مكفول له اكيد، اسمه زيد عز الدين. قلت هذا راح الان اكو اخبار عن وفد عراقي رايحين بصفقه الى الكويت، هذا الاسم بالتحديد عندك تعليق عليه؟ قلت هو وراء سيناريو التنازلات للكويت، اشرح لنا اياها. هاي قصه خطيره يعني. الحمد لله زين ذكرتني، والحمد لله اذا عندنا وقت. ايش قد عندنا وقت باقي؟ عندك وقت. المخرج يقول اليوم ساعتين اذا الملف أيوة. يهم الراي العام. والله هاي قضيه خطيره ومهمه جدا، وانا صراحه يعني من المهتمين جدا بهذه القضيه. قضيه موضوع الربط السككي بين اللي تطالب به، يعني تطالب به الكويت وحتى ايران تطالب بهذا الربط السككي وارتباطها بموضوع ميناء الفاو. تتعرف هاي القضيه الان هي قضيه الساعه وقضيه اللي تشغل الراي العام العراقي. اليوم اقوى فد رايح للكويت. انت تعرف هاي القضيه امتداداتها التاريخيه تعود الى سنه يمكن 2008 عندما كان وزير النقل، عندما اكتملت الكويت لما اكملت تصاميمها بخصوص ميناء مبارك الكبير. فلما كملت التصاميم وخلصت، الحكومة الكويتية طلبت في ذلك الوقت من الحكومة العراقية أنه أن تسمح لها بربط سككي يربط الكويت بأوروبا بتركيا. يعني طبعا في ذلك الوقت، يعني بذاك الوقت وزير النقل الاستاذ عامر عبد الجبار رفض هذا الامر. يعني رفض، قال احنا نتحفظ عليه. بعد في سنه 2011 يعني بعد ما تولى السيد هادي العامري وزاره النقل، للاسف الشديد هو تم رفع هذا التحفظ على موضوع الربط السككي. وشكلت لجنه في ذلك الوقت في سنه 2011، اعتقد في شهر السادس 2011 تشكلت لجنه من 5 اشخاص، هو هذا الشخص اللي انت ذكرت اسمه زيد عز الدين. وبعد كان ويا 4 اشخاص، واحد 2 من وزاره النقل، يعني من 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 هيئه الموانئ، واحد اسمه عزيز هاشم شنيور، احد اعضاء هذا الوفد اللي هو من 5 اشخاص. هذا رئيس مهندسين بحري، هو اعتقد الان موجود ويمكن حي يرزق، عزيز هاشم شنيور، وكابتن بحري اسمه قاسم توفى الله يرحمه، واثنين واحد 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 من من اثنين من وزاره الخارجيه ايضا في الوفد. يعني الوفد برئاسه هو هذا عز الدين. زيد عز الدين شنو شغله؟ هذا الحقيقه ما ادري، هو هذا ما عندي خلفيه، بس يقولون هذا ما كان هو ب يعني وزاره الخارجيه، بعدين جابوه الى وزاره الخارجيه، بداياته وين كان ما اعرف. المهم هو هذا تراس الوفد، هذا كان الوفد برئاسته. جميل. لما راح هذا الوفد للمفاوضات ويا حول يعني ميناء مبارك، هو رفع تقرير الى الحكومه العراقيه، قال به هذا التقرير، قال به انه هذا الميناء يعني ما الى اي تاثير على حركه الملاحه وما ياثر على العراق ومن هالقبيل. هذا ذول الثنين اللي ذكرت لك اسماهم، عزيز هاشم
شنيور اللي هو يعني رئيس مهندسين بحري، والكابتن قاسم الله يرحمه، هذول قدموا تقرير مشرف يعني، قالوا انه وقدموا وجهه نظرهم انه هذا الميناء سيطمر كل الموانئ العراقيه، يعني راح يقتل كل الموانئ العراقيه، وبالتالي له ضرر مباشر على الاقتصاد العراقي. هذا كان يعني رأيي. يعني استاذ اياد المختصين، بس اسف اقاطعك هنا، المختصين بشكل فني قاسم الله يرحمه وشنيور اللي ذكرته، هذول رفعوا تقرير فني بالضبط. انه هذا الميناء ميناء مبارك يؤثر على العراق، لكن عز الدين اللي هو مختصاص موانئ رفع تقرير للخارجية. لا ما رفعوا، هم هي اللجنه كلها، هو اللي تقرير واحد، هم بينوا. اسمعني دكتور قصي، خلي اسلسل لك هذا معك. خطير ومهم، على راحتك. هذا الموضوع هم قلت لك بعد رجوعهم بعد اجراء المفاوضات رفع هو زيد عز الدين رفع هذا التقرير الى الحكومه العراقيه. ذول الثنين اللي هم العراقيين الشرفاء الاصلاء بينوا وجهه نظرهم، قالوا هذا يعني هذا الميناء يعني راح مو بس مو راح يقتل الموانئ العراقيه وراح يدمر الموانئ العراقيه وله ضرر كبير ومباشر على الاقتصاد العراقي. طبعا الاخ زيد عز الدين طبعا هذا الكلام ما صرف له، فهو كتب تقرير من يمه يعني هو كتبه ورفع على الحكومه العراقيه. اعضاء اللجنه الويا اربعتهم بما فيهم الاثنين كلهم رفضوا التوقيع، اربعتهم اللجنه خمسه هو زيد ويا اربعه، الاربعه الاخرين جميعهم رفضوا التوقيع الا بس هو وقع وقدم. فبعدين صارت القضيه اثيرت بالاعلام وصار حكي بالاعلام، تم استدعائه الى يعني استجوابه في البرلمان، تم استدعائه الى 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 الى, إلى البرلمان العراقي. وبذاك الوقت كان نائب الرئيس هو الشيخ همام حمودي، كان في ذلك الوقت يعني سنة 2011. طيب. فتم صرح ورا ما استدعوهم واستجوبوهم كلهم، فهمام حمودي صرح قال هذه يعني وشكل لجنة تحقيقية برئاسة همام حمودي، قال هاي هالمرة اللجنة التحقيقية ترى يا عراقيين مو مثل باقي اللجان السابقة، لا هالمرة هاي اللجنة قول وفعل، واحنا هذا الحكي بشهر سادس، واحنا منا إلى 7/7 هاي 2011 منا الى 7/7 راح نصدر تقرير حول هذا الموضوع ونصدر يعني الـ 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 يعني الـ الـ اللي صار نتائج هذا التقرير. اللي صار شنو؟ اللجنه طلعت بتقرير لو ما طلعت بتقرير؟ لجنه همام حمودي هو لجنه همام حمودي طبعا يمكن اعتقد بشهر 11 صار لقاء ويا اعتقد ويا الدكتور او العفو ويا الاستاذ عامر عبد الجبار، وانا اتذكر هذا اللقاء، قال شيخنا انت وعدت الشعب العراقي 7/7 راحت مرت وما قدمت نتائج هذا التحقيق، وانت وعدت الشعب العراقي انه هاي المره راح يكون التحقيق يعني مو مثل المرات السابقه وهالشكل، شو 7/7 مرت و8/8 مرت و9/9 مرت و10/10 مرت وهذا 11/11 مرة، وانت بعدك لهسه ماكو شنو جواب الشيخ امام حمودي حيال الموضوع؟ ايش قال له؟ ما كان اكو، بس وجه كتاب شكر لهذول الثنين اللي قلت لك بهم، وجه لهم كتاب شكر، ها هي بس، ولا عاقبه زيد ولا يعني ولا ابدا. فطبعا قلت لك صارت وتقرير زيد في 2011 راح مشى وصار مال، وتنازلنا عن خور عبد الله في وقتها وسمحنا للكويت يكملون ميناء مبارك. اساس هو هذا هو اللي صار اساس. بعدين اذا سمحت لي، بعدين لما صارت قضيه راي عام وصارت اكو احتجاجات، الحكومه شكلت لجنه ثانيه شوف يعني شكلوها برئاسه ثامر الغضبان، هاي اللجنه الثانيه اللي هي خلفت لجنه زياد يعني. ثامر الغضبان تعرف انت رجل لا الى علاقه يعني لا هو اختصاصه بحري ولا عنده اي 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 معلومات، فود وراهم ذولا قال لهم تعالوا شنو القصه؟ سولفوا لي شنو سالفتكم انتم؟ ليش يعني؟ فهم ودوا ورا هاي اللجنه، اعضاء اللجنه حكوا له انه القصه، ودا ورا عزيز هاشم شنيور، ودا ورا قاسم، ودا ورا الباقيين، كيف حكوا له؟ قالوا له هذا كذا كذا وكذا.
فشوف النتيجة اللي خرج بها، شنو هي اللي خرج بها ثامر الغضبان؟ ثامر الغضبان اي خرج بنتيجة انه انت توصيات انه لازم تشكل لجنة ثالثة. شكل لجنة ثالثة. طيب. شكلت الحكومة لجنة ثالثة من 11 فاعل، كانوا خمسة صاروا 11. ان انا وزاره النقل هي الوزاره المعنيه بالامر، يعني هي صاحبه العلاقه وهي صاحبه الاختصاصات، فاذا كانت خمسه لجنه من خمسه بها اثنين من وزاره النقل، فيفترض باللجنه الجديده اللي شكلت اللجنه الثالثه اللي هي 11 واحد، فيفترض يعني انه ان يكون على الاقل تقدير فد اربع اختصاصيين. وثامر اصلا الغبان هو اصلا وزير نفط، يعني ما له علاقه بالنقل نهائيا. لا قبل لا يصير وزير نفط هو كان يعني المهم احد هو خبير نفط الرجال ما له علاقه بهذا الموضوع. بقالي وقت قليل سيد اياد، وديني على الان هذا الان من ضمن الوفد الان نفس الشخصيه اللي قلت اللي رفع تقريره الان راح من الكويت. انا ما ادري سمعت اليوم انا ما ادري ما اعرف ياهم اعضاء الوفد، بس سمعت انه هذا هو ضمن هذا الوفد. فاذا هذا اللي سمعته ايضا انه هاي اللجنه اللي ارسلتها الحكومه الحاليه على مقاسات حكومه الكويت يعني، وعلى ما يبدو ان الحكومه العراقيه هاي يعني على ما يبدو ان السيد الكاظمي يريد يشير على خطى توقيعه لاتفاق او لتجديد شبكات الهاتف النقال، على ما يبدو انه السيد الكاظمي هو في اتجاه اعطاء ربص سكك، يعني هاي قضيه هاي مو بس قضية وطنية وإنما قضية تعني مستقبل وحياة الشعب العراقي، ولا يمكن لا للكاظمي ولا لأي واحد يقدر يعني أن 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 ينطي مثل هذه المواقف. قبل لا أختم أريد إجابة هيك قصيرة جدا. تعتقد الآن هذا الوفد اللي رايح للكويت الآن من الحكومة العراقية وجنابك أشرت إشارة إلى السيد الكاظمي، تعتقد أكو توجه إلى ربط سككي مع الكويت من الحكومة العراقية؟ هذا الموضوع ما يمكن أن يتم، ما ممكن أن يتم، وهذا قضية اللي يفوت بهذه القضية فهو يعني ها قضية خيانة عظمى للبلد ولمصلحة البلد ولمستقبل هذا البلد وهذا الشعب. لا يمكن احنا هذا معناه الاعطاء، يعني انت معناه اذا اعطيت ربط سككي الى الكويت او غير الكويت معناه انت قتلت مشروع الفار الكبير الذي هو اللي يمثل المصلحه الحقيقيه للعراق وللشعب العراقي والاقتصاد العراقي. جميل. السيد اياد السماوي الكاتب والسياسي المستقل، شكرا لصراحتك ولكل ما تفضلت به، واخذنا من وقتك العزيز الكريم ساعة تلفزيونية، ونعرف فرق الوقت ما بين كوبنهاجن وبغداد، لكن كل التحية والحب وتقدير جنابك. شكرا لك وشكرا لكل العاملين في قناتكم الموقرة. شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا الكرام، بالختام ملف الحكومة العراقية على مستوى التفاهمات، كانت هي تفاهمات وليس اتفاقات رغم سيناريو إرسال الأموال إلى أقليم كردستان، لكن المعلومات الخطيرة اللي تحدث بها عن هذه الشخصية زيد عز الدين، أتمنى إذا هو كان يسمعنا الآن في الكويت أو من يعود حق الرد مكفول له حتى نفتح هذا الملف. إذا احنا تنازلنا عن خور عبد الله وسمحنا للكويت أن نخليهم أن يبنون ميناء مبارك، لربما هناك اتفاقات مع الكويت، طالما هذا الوفد اللي مرسل الآن إلى الكويت لا الإعلام يدري به ولا شيء، بمعنى وفد سري ذهب أن يتفاوض مع الكويت. ما هي الغاية من إرسال وفد سري إلى الكويت أن يتفق مع الكويت؟ ما هو العنوان؟ هل العنوان ربط سككي أم قتل ميناء الفاو أم ماذا؟ نحتاج الرد من الجهات الحكومية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.